واحنا ما زلنا برضو بنقول انه احنا بندعم مشاركة المجتمع المدني في مساهمة في قضايا قومية زي قضية العشوائيات. طب. ولكن موارد البلد سواء بيستغلها مجتمع مدني او بيستغلها حكومة لابد انه تدار بشكل يعني محترف واقتصادي. طب. ومن اهل الاختصاص يعني الفنان محمد صبحي لما جه طلب الارض عرض الموضوع وانا ما كنتش محافظ، عرض الموضوع على مجلس الوزراء واخذ فيه القرار، تم تخصيص الارض للمشروع مع احتفاظ المحافظة بملكية الارض، اذا الارض ما زالت ملكية الدولة محافظة. والفنان محمد صبحي ومؤسسة معا دورهم هو تلقي التبرعات وعمل الفند ريزنج للبناء المشروع والحصول على تراخيص من عندنا في كل منشأ هم بينشئوه، ثم ان كل هذا المشروع بعد 3 سنوات من انشائه يعود كله بارضه بمنشآته الى المحافظة مرة. طب ايه اللي تم فيه لغاية دلوقتي من سنتين يا فندم؟ المشروع لا هو سنتين تم تخصيص الارض، البناء الفعلي بدا يمكن من حوالي 6 شهور تقريبا، وحاليا في مرحلة اولى منه بتتم تحت الانشاء في الوقت الحالي، لان المرحلة الاولى حوالي 1200 وحدة وحدة سكنية وهي تحت الانشاء، وانا زرت الموقع اكثر من مره. وهتعمل تنسيق مع العشوائيات برضو ولا هتاخد من كل الجمهوريه مش من المحافظه؟ احنا ما حددناش دلوقتي المناطق، لا طبعا دي خاصه بمحافظه القاهره. يعني ال 67 فدان دول لما نيجي نسكن فيهم هو بغرض انهاء ظاهره العشوائيات؟ نسكن فيهم عشوائيات ساكنين المناطق العشوائيه اللي في محافظه القاهره. طبعا يعني ده جزء من 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 ادارتك الموجوده اللي طبعًا. هي المعالجه وخطه القضاء على العشوائيات. بالضبط كده، وهذا المشروع يتم يعني تحت إشراف مباشر من المحافظة وتعاون كبير بيننا وبين مؤسسة معا. مؤسسة معا ده ما بقول رئيس مجلس الأمنة الفنان محمد صبحي، ولكنها يعني مليئة بالقامات المصرية اللي مهتمية جدا بهذا الموضوع. فالقياس هنا يعني مختلف، ولو كانوا هم يعني جم مثلا من 3 سنين بنفس الافكار او غيرهم كان هيتم الموافقة على نفس الشيء والتعامل بنفس المسألة. طبعا.